يجب علينا أن نحافظ على هذا البلد بكل ما آتانا الله تبارك وتعالى من علم وفهم وعمل وقوة. مصر يقول في حقها فاتحها العظيم عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. ولما قلت لأخي الدكتور محمد مرسي، قلت له: يا دكتور محمد، هل سمعت قولة عمرو بن العاص؟ قال: وما هي؟ قولة ايه شيخ محمد؟ قلت له: يقول عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. قال: ماذا؟ فوضع رأسه بين يديه وغرورقت عيناه بالدموع وقال: والله ما شعرت بثقل الأمانة والمسؤولية وخطر ما أنا مقبل عليه إلا بعد سماع هذه القولة لفاتح مصر لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه.